وانت باك اند ريستورت عايز تقدم لحضراتكم خمسه كلمات بس عايزين في النهايه بعد ما نقولهم نحدد هل هم صفات ولا هم احوال، هل هم adjectives ولا هم adverbs يعني احوال. بص معايا الكلمات دي: friendly, cowardly, lovely, lively, silly. انا متوقع ان كتير هيقول اكيد دول احوال. ليه بقى؟ لان الحال عاده بيبقى صفه اخرها ly وكل دول اخرهم ly، بس الحقيقه ان كل دول صفات، ولازم تعرف ان بعض الصفات بتنتهي ly وما بيعتبروش حال، بيعتبروا صفه زي اللي انا قلتهم دول بالظبط. واحد برضو ممكن يسال طب ازاي نقدر نحولهم لحال؟ هضيف لهم ly ازاي؟ هقول لك لا، دول لهم طريقه مختلفه عشان يتحولوا من صفه لحال من غير اضافه ly، لانهم اصلا اخرهم كلهم ly. واي ازاي؟ حط قدام كل صفه منهم في الجمله اللي عايز تستخدمها ان اي او ان ا، وحط الصفه اللي فيها ال واي وبعدها وي، تبقى مثلا بطريقه ودوده، بطريقه جبانه، بطريقه مثلا ساذجه. بص معايا المثال ده كده: احمد از فريندلي، ده احمد يكون ودود، دي صفه ما فيش اي مشكله. عايز احول مثلا فريندلي لحال، بص الطريقه دي: احمد بيهيفز in a friendly way، يعني بيتصرف او يسلك او بيتعامل بطريقه ودوده. مثلا على سبيل المثال، بص معايا مثلا cowardly، ali is cowardly، يعني علي يكون ايه؟ جبان. لكن ممكن نقول ali behaves in a cowardly way، يعني بيتصرف او يسلك بطريقه جبان. silly على سبيل المثال، مثلا منى is silly، يعني منى تكون ساذجه. لو حطيتها في جمله عشان احولها لحال، طبعا مش هحط لها ly لان اصلا اخرها ly، فهقول ايه مثلا؟ منى treats me in a silly way. منى treats me in a silly way، يعني منى بتعاملني بطريقة ساذجة. لو حضرتك حسيت ان الفيديو قدمناه جديد وهتاخد ثواب لما تشيره للآخرين، ما تتهونش وبسرعة اعمل كده. انا اقدر اقول في النهاية the end of our video. I hope you understand everything I have just said. See you later. Goodbye everybody.